مساء الخير اخوتي الاحبه اذا ممكن نوقف استعدادا للذبيحه الالهيه يوم الاحد قام الرب في مجد باهر شال عنه الالم حطم الموت القاهر رد الانسان الخاطئ الباساه ثوبه جيش العلياء في الأسواب البيضاء قبل الإصباح شد صوت صياح يدعو الأرض والسماء كي تكرم حي الفاني بيتو خلوه علت واخدم بمدي لوخ سردت ملكوش ميونو حسولي خلدة احتيطو ملكوش ميونو حسولي خلدة احتيطو سالو علي متو المران بلوهن كبير كربونو تقام الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم جوزيف سركيس ندايرة من صغرتا سكان مزيارة متوفي في لبنان النعون في أستراليا أشقاؤه ميشيل وسيد وميلاد وعيالهم في لبنان عمه المونسنيور يوسف ندايرة أرملته سهام الفاضي ابنه حنة أيضا وسمير وعائلتيهما ابنته لينا زوجة أسعد دينا وعائلتها أشقاؤه أنطون باخس وريمون وعيالهم شائعاته لميا زوجة ريني إسحاق وعائلتها نوال زوجة جوزيف دحدح وعائلتها عائلة المرحوم كاتيا زوجة سركيس نكد ريما نضيرة وعموم الأهل والأقارب وعموم عائلات نضيرة الفاضي وعموم عائلات صغرتا ومزيارة وكفردليوس في الوطن وبلاد الانتشار نذكر معه المرحومين والديه سركيس وشفيقة وشايق توكاتيا وعموم موتيه وموتى صغرتا ومزيارة وكفردليوس وعموم الموتى والموتى نطعين أيضا نذكر بالذبيحة كمان معنا المرحوم سيمون يونس متابعينا عبر التواصل الاجتماعي من مزيارة ومن كفردليوس ومن صغرتا شركوا نيتكم ونواياكم معنا إذا بتريدوا لراحة نفس خينا جوزيف Glory be to the Father and to the Son and the Holy Spirit now and forever Amen. Jesus Christ our Lord on this blessed Sunday make us worthy to praise your resurrection with pure hearts and clear consciences with all the children of your holy church we glorify and thank you your Father and your Holy Spirit now and forever Amen. السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت برادته عن الميتين
ونزل إلى لجة الموت وبجى التلاميذ بقيامته ونار الشعوب بنور خلاصه بالخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. من يستطيع أن يمدح بحر حلوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائق كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لا عجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا واليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسل ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا وفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامس، سامح الخطا، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، عن الأرامل أبعد الثورات، لا شل الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، خاصة أخانا جوزيف الذي نحيي ذكراه في هذه الذبيحة الإلهية، فنعيد معه العيد الذي لا ينتهي، بل اخمول ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. هيا نغدو للصلاة والقربان مثل البر إبراهيم، كي نلقى وجه الإله وجه اللطف في صبح اليوم العظيم. هللويا مجد النعيم. On Sunday, the day of light, let us praise and thank our Savior and our King. So great was His love for us that He came to save and set His people free. Alleluia, we praise the Lord. إذاك اليوم الرهيب يوم تأتي فوق أكتاف اللهيب، ديانا للعالمين، ربي هبنا أن نلقى Lord, accept the sweet fragrance of our incense and make us worthy to announce your resurrection with the angels, to proclaim it with your women disciples, and to rejoice in it with your pure apostles. Baruch Morabun, we raise the glory to you, to your Father, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. كلنا سوا قديشات له قديشات حيلتنا قديشات بيوتنا اترحم علي قديشات.
Sanctify our minds and purify our consciences, that we may praise you with purity and listen to your holy scriptures. To you be glory forever. Amen. Please be seated. First reading Arabic and English. يوم العيد تعالى يوم الأحد الفتى من كلب جدلالة في الملك والإنسان هتفوا في العالية يوم الرب الفتن مجدوا الرب العالي في الملك والإنسان يا سبحان من أعلى أحد فوق الأيام فيه الإنجيل يتلى والكهنة خدمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيد المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئين والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد يا إخوتي من من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه كذلك لا أحد يعرف ما في الله إلا روح الله ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله حتى نعرف ما أنعم به الله علينا من مواهب ونحن لا نتكلم عن تلك المواهب بكلمات تعلمها الحكمة البشرية بل بكلمات يعلمها الروح فنعبر عن الأمور الروحية بكلمات روحية فالإنسان الأرضي لا يتقبل ما هو من روح الله لأن ذلك عنده حماكة ولا يستطيع أن يعرف ما هو من روح الله لأن الحكم في ذلك لا يكون إلا بالروح أما الإنسان الروحاني فيحكم على كل شيء ولا أحد يحكم عليه فمن عرف فكر الرب ليعلمه أما نحن فلنا فكر المسيح والتسبيح لله دائما A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, with your blessing. God bless you. Brothers and sisters, for what human being knows what is truly human except the human spirit that is within? So also no one comprehends what is truly God's except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit that is from God, so that we may understand the gifts bestowed on us by God. And we speak of these in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual things to those who are spiritual. Those who are unspiritual do not receive the gifts of God's Spirit, for they are foolishness to them, and they are unable to understand them because they are spiritually discerned. Those who are spiritually discerned all things are they themselves subject to no one else's scrutiny. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Praise be to God always. Maybe.
بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي بارخ مور أبو السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله للحي برخ مور أبون قال لوكا البشير ابتهج يسوع بالروح القدس فقال أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال نعم أيها الآب لأنك هكذا ارتضيت لقد سلمني أبي كل شيء فما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب ولا من هو الآب إلا الابن ومن يريد الابن أن يظهره له ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون فإني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. On the gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. At that same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Then turning to the disciples, Jesus said to them privately, Blessed are the eyes that see what you see, for I tell you that many prophets and kings desired to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. This is the truth. حقاً والأمان لجميعكم. المسيح يسوع المسيح والبركة من أجلك لني المسيح يسوع التسبيح والبركة يسوع يبتهج بالروح Jesus rejoices in the Holy Spirit بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أبونا بول أبونا أبو زايد أبونا يوسف شماس روبير بيو نحن بالأحد الرابع من زمن العنصرة في منتأمل بالفرح المسيحاني لكن بداية بدي أقف دقيقتين تعزي عائلة المرحوم جوزيف ساركيس ندايرة نخلق بمحل منعيش بمحل ومنموت بمحل خينا جوزيف تعرفوه انتو اكتر مني انا اللي بعرفه عن عائلة ندايرة مدة 6 سنين عشت بكفر دليوس كأشخاص اذا قالوا ايه واذا قالوا لا تعامل معهم ما في اهين منه
واضحين بيعرق جبينا بياكلوا خبزهم. هيك المرحوم جوزيف عاش، تزوج وعاش بمزيارة والله رزقه عيلة، حنا وسمير تزوجوا ولينا كمان تزوجت. إنسان بيعرق جبينه أكل خبزه، تعامل معه كان سهل. اللي أنا بتذكره آخر فترة مع أنه كان أستاذ مدرسي حب الشغل بالطبيعة، واللي بيطلع أم المراحم وبيشوف الزهر اللي فيها والديزاين بيكون هو جوزيف شغل إيديه. بهالبساطة عاش، وبهالبساطة كمان انتقل على دنية الحق عن 74 سنة. بعزي إخواته هون ميشيل وسيد وميلاد، بعزي أرملته بلبنان سهام، ابناء حنا وسمير ولينا وجميع أشقائه، خاصة المونسنيور يوسف نضيرة. منلك إن شاء الله نفسه بالسماء، وإن شاء الله رح نلتقي نحوي إذا الله راد، إذا كان إيماننا قوي بيسوع المسيح. بعد في نقطتين بدي أحكي عنهم. اليوم عيد مار أنطونيوس البيدويني دو بادوا، أنطونيوس اللي انتقل على دنية الحق بعمر 36 سنة، لليوم بروما بكنيسته لسانه بعده مثل ما هو، لأنه كان طول وقت يسبح الرب ويمجد اسم الرب. دخل كنا احنا هون لما نحضر فوتبول، ايش بنعلم اولادنا اول شيء؟ كلها كلمات لا انا مقبوله ولا انا طبيعيه. انه هو عم يتحمس وعم بيشجع فريقه، وكلمات كلها بشعه ما بتليق فينا كاولاد الله. فهو لانه كان يسبح اسم الرب، بعده لسانه لليوم محطوط بالكنيسه، وبعد العالم بتزوره. كان مؤمن، نعم، كان من أهم المبشرين. بيجي أحد الأشخاص الغير مؤمنين بيقول له أنت بدك تقنعني أنه يسوع موجود بالقربان؟ بيقول له أكيد بقدر أقنعك. قال له لك تيهينه لأنطونيوس البيدويني، أجل السامعين عنده بغل. قال له بعد 3 أيام إذا بيركع البغل أنا بآمن أنه يسوع موجود بالقربان. راح جوع بغله 3 أيام وجابه، بيطلع من الكنيسة مار أنطونيوس البيدويني، وإذ بيركع وهي صورة مشهورة وتمثال كبير، مار أنطونيوس حامل القربان وأجل السامعين البغل ركع قدام القربان. وداش نحن في عنا ناس بعيدة عن الله وبعيدة عن سر الأربان. إن شاء الله نحن منغير فكرنا، لأنه هالدنيا مش لقيلنا. اركدوا قد اللي بدكم، وأستراليا واسعة، واشتغلوا تصفي عمرك 90 سنة، اصحى تيجي على الكنيسة إلا أنت ونايم. ساعتها فكر تعال على الكنيسة. مار أنطونيوس دعوة لقيلنا، عيدوا حساباتكم حتى يكون نصيبنا الملكوت. أما الموضوع الثالث اللي أحكي فيه اليوم هو يسوع يفرح. نعم، أحد المبشرين راح أحد الضيع، بوقتها الضيعة ما كانت مؤمنة بيسوع المسيح، قال لهم يسوع المسيح قام من الموت وكل إنسان بيؤمن فيه له حياة تانية. خي خبرية حلوة، يعني أنا إذا متت إلي حياة تانية؟ قال لنا إيه؟ قال لهم بس في شرط. أشو الشرط؟ لا تعلقوا قلوبكم بهالدنيا. قال لهم أنت فيك تاكل أكثر من شبعتك شي؟ لا. فيك تنام على تختين شي؟ لا. فيك تركب سيارتين شي؟ لا. فيك تقعد بنفس الوقت ببيتين؟ لا. قال لهم فإذن الحياة المسيحية قائمة على البساطة. أعطينا خبزنا كفاف يومنا لما شرح لنيها، أنه اقتنعوا باللي موجود عندكم، وبس تقتنعوا بتصفي الحياة المسيحية هينة، وبتصفي على طول فرحان،
لأنه كل هالدنيا الهان ما إلك فيها شيء. يا أبونا بيتنا صار حقه مليونين وحقه خمسة وما إلك في شيء. وعبكرة بتفل وبيحطوا أوكشن للبيع دغري، أولادك يلا للبيع بدنا نستفيد من بينه، لأنه هلأ إذا بيجيب لنا سعر ومنشتري بيتين. فإذا أنتوا ما إلكين شيء هان وأنا ما إلي شيء. الفرح الحقيقي بيجي من الروح القدس، وإذا ما في إيمان بالروح القدس يعني أنت منك متصالح مع ذاتك. بدنا نكبر بالعمر وبدنا نخاطر وبدنا نموت، هذه معروفة عند المسيحيين. إذا عم بتصلي مشان ما تموت أنت أشقى الناس، وإذا عم بتصلي مشان ما تمرض أنت أشقى الناس. منصلي بنقول يا رب بين إيديك، بنستودع روحنا وما بنعرف ايش مخبلنا بعد نص ساعة وبعد ساعة، وبدنا نفل بس نيله اللي بيفل بفرح المسيحاني. الفرح المسيحاني ما بيعلق قلبه بهالدني. إن شاء الله أنا وياكم نقدر ما نعلق قلوبنا بهالدني، هيك منيل الملكوت. والفرح حقيقي بيكون مثل ما يسوع كان فرحان بتلاميذه، رجعوا من الرسالة وقالوا له نحن عم نعمل عجائب باسمك، ابتهج يسوع بالروح القدس وقال له لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء. لأن بس واحد منا يكبر ويصفي يجمع بيصفي بده يهني يزيده، وأظهرتها للأطفال. هذا الطفل ما في أحلى منه، عم بيلعب لعبته بيتركها بأرضه بيروح على البيت بيرجع تاني يوم الله بيدبر. الأطفال الروح، أطفال الروح ما في أحلى منهم، لأن بيعيشوا ببساطة. إن شاء الله نحن كمان كمسيحيين منعيش هالبساطة المسيحية. برجع بتقدم بالتعازي القلبية من أشقاء المرحوم جوزيف، من المونسيور ندايرا، من أرملته، من ابنه، من بنته، من أشقائه وشقيقاته، طالبين له ملكوت ولكن العزة. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوت مدب حيدا لوه والوت لوه دم حادث اليوت، ونفسه الطيب طاخ على البيتوخ، واسجود بايك لو وتكوت شو تحت أخمار دبرين وبزادي كوتوخا أليفين سلام علي متول مران ألون قبيل قربون وخورت رحمين المحيي آتي من حبل الأبي
مثل حبات القمح في الأرض الخاصبة صرت فوق المذبح كوتا للبيعة هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة لهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير خلاصي من أجلنا نذكر على هذا الخربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار أنطونيوس البدواني ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار شربل ورفقة ونعمة الله وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، المرحوم جوزيف سركيس نضيرة وعموم موتيه وموتى مزيارة وصغرته وكفرليوس. كمان نذكر بالذبيحة الإلهية المرحوم سيمون يونس وعموم موتى الحاضرين. وأذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يا أم الله أم الحياة كوني لنا خير الصلاة عند الإله نلقى رضا. يا أم الله يا أم الحياة upon the cross, a precious gift He gave to us, making you mother of all His people, mother of God, oh mother of life. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and forever. Amen. O Father, God of peace and Lord of security, make us worthy to embrace one another with a sincere kiss, in the spirit of your unending love, that we may raise glory and thanks to your only Son and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار الموضوعة عليك، السلام لكم يا آباء الأجلاء، أيها الشماس النقي ويا خدام الروح القدوس. سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح. طوبى للسعينا إلى السلام bow before you to receive your blessings and assistance, for we are weak and you are the support and refuge of all. We raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. O Lord, may the light of your face shine upon us, deliver us from every evil, and blot out all our transgressions. Baruch Mor Abun, that we raise glory and thanks to you, the only Son, to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Love of God the Father, and the grace of the only begotten Son, and the communion and indwelling of the Holy Spirit, be with you, my brothers and sisters, forever.
and with your Spirit. Let us lift up our toes, our mouths, and our hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord with reverence and worship Him with humility. It is right and just. Really, it is right and just to glorify and exalt you, Maker of all creation. With the angels we glorify you, and with voices of praise we cry out and proclaim. Holy, 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 mighty Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your great glory. دم حشد إلى معبد حي ساب اللحم بيدا وخديشته وبارخ وقادش وكسويا بالتلميدا وكدمار ساب خول منه كل خون هونو دنيتاو فغرو الديل دحلوف يكون وحلوف ساقيه ما تقسى وما تهاب حسويه تحوبه والحايه دلع لم علمين آمين وخانو على الكوسو دمزقوه من حمرا ومن مايو بارخ وقادش يا بالتلميدا وكدمار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا ودمو ديل ديطيق احداتو دحلوف يكون وحلوف ساقيه متشد ومتيهب حسو يطحوبه والحايه دلع لم علمي وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشحد وجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تطرع إليك بيعتك ورعيتك وبك معك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا How awesome is this moment, my beloved, for the living Holy Spirit descends and rests upon this offering for our sanctification. Let us stand with reverence as we Hear us, O Lord, istajibna ya Rab, hear us, O Lord,
And may you, living Holy Spirit, come and rest upon us and upon this offering. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. Please be seated. Praise of the faithful صلاة النوايا. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار أنطوان شرم المطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب يا رب وارحم. Remember Lord your people gathered here before you and those of whom this offering is made. Grant them your forgiveness, that they may always live blameless, live in your presence, and realize the grace you have bestowed upon them. For you are good and rich in mercy. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Remember, Lord, our civil leaders, that they may work for justice and peace in the world. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Father, let the heart of your Son, Jesus, be for our families, communities, and friends, a source of love, gentleness, and humility, so that we may be there always for each other in good times and in bad. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Heavenly Father, in this time of hardship, conflict, and sorrow, fill us with the gifts of the Holy Spirit so that we may work for joy and peace through the intercession of Our Lady, Saint Joseph, Saint Maria, and all the saints. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Heavenly Father, we pray for all those who have died, especially Uncle Joseph. Grant them eternal life in heaven so that they enjoy your great love with the angels and the saints. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Favorably remember, O Lord, our parents, brothers and sisters, teachers and other faithful departed, here and everywhere who have gone to their rest. Forgive us and forgive them of all sins and offenses. For our Lord God and Savior Jesus Christ, who is without sin, we hope to find mercy and forgiveness for our sins and for theirs. Grant us, O God, to the departed, and forgive the sins we have committed, with or without full knowledge. Grant us pardon, O God, and forgive us and the departed, for that your blessed name may be glorified in us and all things, with the name of our Lord Jesus Christ and of your living Holy Spirit, now and forever. As it was, is now, and shall be forever. Amen. O Lord of compassion, show us your mercy. Father, accept what we offer to you. This perfect oblation, Jesus our Savior, who offered himself to forgive all our sins, who offered himself. كلنا سوا يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا
لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. O God the Father, you strengthen and encourage us, for we are weak. We implore you to purify us from every sin and to accept our offering, so that in one spirit we may call upon you, praying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Amen. O Lord, lead us not into the trials of temptation that we do not have the strength to overcome, but deliver us from every evil. Baruch Mor Amun, for the kingdom, the power, and the glory are yours, with the only Son, the Holy Spirit, now and forever. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Bow your heads before the God of mercy, before his forgiving altar, and before the body and blood of our Savior, who gives life to those who partake of him, and receive the blessing from the Lord. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان Holy gifts for the holy الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة أب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد يا مولى الله الحامل خطايا العالم ارحمنا جسد سيدنا يسوع المسيح
تجمعنا كلنا إذا بتريدوا أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا please be seated نقعد Spirit of God.
Join them with the gifts of faith, hope, and love. Spirit, Spirit, Spirit of God. Spirit, Spirit, Spirit. كلمة شكر أحبائي من عائلة المرحوم جوزيف نضيرة، كل الأشخاص يلي شاركون اليوم بالصلاة بالقداس لراحة نفسه، بتقبلوا التعازي على مدخل كنيسة من بعد صلاة الختام. توفي بملبن المرحوم نول لطوف من بصلوقيت، التعازي الثلاثة من 6-9 بهول الكاتدرائية، والدفن بيكون 4:30 صباحاً هون بالسيدة. توفي بلبنان المرحوم سركيس حنا دريبي من حتشيت، القداس راح تنفسه 4:30 أيضا هون بسيدة لبنان. توفي بلبنان المرحوم لويس نمر صوايا من دهور شوير، والد نتالي زوجة إلي صادر من بسوس، القداس راح تنفسه السبت 6:00 مساء برعية مار رومينوس بأوبن. بكرة التنين 6:00 مساء هون عنا جناز المرحومة جوزفين إدوار كعدي، أرمت المرحوم أسعد رزقه من الأشرفية. بما شربي لبكرة التنين 6:00 جناز المرحوم يوسف الياس سعادة من داير الأحمر. التلاتة 6:00 هون بالسيدة، 6:00 المرحوم حنا منصور زيدان دويه من صغرته. الأربعة عنا هون 7:00 مساء مرحوم موسى نصر سليم موسى من كفر صغاب. الخميس 6:00 هون بالسيدة، قداس عنيد أحياء وأموات بلدة كرم مهر بالوطن والانتشار. السبت القادم 19 الشهر مثل ما بتعرفوا بهالسنة المخصصة لمار يوسف، 7:00 صباحا المسبحة وزيح مار يوسف، 7:30 القداس مار يوسف مع النية هذا الشهر المعلمون والمعلمات. 9:30 عنا احتفال المناولة الأولى لأولاد الرعية الفوج الخامس، 6:00 السبت القادم السنة للمرحومة آسيا عزيز جعيتاني، أرمة المرحوم بربر جريس معود من صغرته. بمار يوسف كرويدن السبت القادم قداس عنية أموات وأحياء عائلة صغرته غرين بمناسبة عيد مولد يوحنا المعمدان. بمر شربل 5:30 السبت القادم قداس راح تنفس موتى بلدة كرم سد تقدمة الجمعية. الأحد القادم 20 الشهر الخامس من زمن العنصرة 11:00 عنا السنة للمرحوم أنطوني بطرس نسا من كفرفو، 5:00 السنة للمرحوم سليمان غازي فرنجية من صغرتا. ومار يوسف كرويدن الأحد القادم 6:00 مساء قداس عنية أموات عائلات سبعيل تقدمت الجمعية. حملة جديدة بتقوم فيها جمعية Heaven on Earth Container إذا الله راد، ساعدونا تفينا نساعد. كل اللي قادر، في ورقة موجودة على مدخل الكنيسة اللي بحب يجيب الأشياء التقدمة موجودين على هيدي الورقة، إن كان معلبات إن كان رز طحين سردين وإلى ما هنالك موجودين على الورقة اللي بحب يساهم ويقدم. ولكن متمنى انه اللي بده يحاول يساعد ويساعد تكون المهلة قبل 25 الشهر. للمزيد المعلومات اتصال بخينا شماس روبير او بتشارلي مجلي. كما وانه الاخوية بالرعية بتنظم رحلة الى ماونت شونستات شراين بمالجوا بنريث الجمعة 9 تموز، الانطلاق 9:00 صباحا والعودة 2:30 بعد الظهر. في قداس وحديث روحي وغدا ببنريث RSL كلاب، $50 للشخص الواحد. آخر مهلة للتسجيل 28 الشهر. الاتصال بجلاديس هواش صباح أصاف أو ميلاد الترس
بتمنى لكم مساء مبارك. We thank you, our Father, for this gift that you have given us, though we are unworthy. Do not shame us because of our sins, but help and save us. Baruch Mor Abun, that we may raise the glory and thanks to your only Son, to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Lord Jesus, stretch forth your right hand and bless your people. Protect them by your cross, be their shelter and refuge, and perfect them with your abundant blessings. Baruch Mor, that we may raise glory and thanks to you, to bless Father and your Holy Spirit, now and forever. Amen. Go in peace, my beloved brothers and sisters. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. في ظل حمايتك نلتجئ يا الله يرحمه نفسه السماء الله يرحمه لا ترد الله يرحمه نفسه السماء الله يرحمه عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر لا تروح